نظمت جمعية النجمة الخيرية نسائية معرضها السادس للصناعات اليدوية والمقتنيات الشعبية. نعم، المعرض الذي يحمل شعار بأيدينا ننتج ما يكفينا تخلله عرض مجموعة من المقتنيات والصناعات اليدوية بالإضافة إلى الوجبات الشعبية وغيرها، وتهدف هذه المعارض بحسب المنظمين إلى الرفع من الوعي بأهمية المرأة في النمو الاقتصادي وعدم الاعتماد على البضائع المستوردة في شتى نواحي الحياة اليومية. ونحن نشجع في العمل التطوعي هذا ويفتح فرص العمل للعنصر النسائي وفرص وجيد احنا في ابداع وفي يفتح فرص للناس. ونحن نعتبر ان هذه بلد نحن منطقه في منطقه بعيده عن العاصمه طرابلس، فبدا نجيب بضاعه من برا ونتعب نفسنا نجيب الماكينات هنا والقماش هنا والخياطه، فكويس فرصه للناس. طبعا في ظل الظروف الراهنه التي تعانيها المنطقه لا ابت جمعيه النجمه الاعمال الخيريه ان تستضيف ان تقيم هذا الحفل للمتدربات وتخريج دفعات جديده.